حاليا موجود في كارفور، بس يا يذكركم ان مهرجان كارفور للتسوق امتد من تاريخ 23 الى تاريخ 31 يناير، فلا تفوتك الفرصة. شوف لك اقرب فرع لكارفور، مر عليهم واستفيد من كل الخصومات اللي مسوينها بمناسبة مهرجان كارفور للتسوق. انا اليوم باخذكم جولة في قسم وايد تحبونه، قسم الالكترونيات، التلفزيونات والتليفونات والساعات والشغل الجامد، فخليك معاي متابع وراح تشوف كل التفاصيل. طبعا اول ما تدخل كارفور على طول بتشوف المكان مضبط، ومهرجان كارفور للتسوق يشمل خصوماته على اغلب الاقسام معاها، فلما تهني خذ لك لفه واستفيد من الزين والتضبيط الحلو اللي مسوينه معاهم. قبل لا اخذكم جوله في قسم الالكترونيات، اباك الحين تحمل تطبيق كارفور وتفعل عضويتك في ماي كلب. ضروري تسوي هذا الشيء، ما ياخذ منك الموضوع ثواني، لان عندهم منتجات كثيره عليها خصومات مباشره وفوريه لكل الناس اللي معاهم عضويه في ماي كلب في تطبيق كارفور. بحط لكم الرابط رفع الشاشه، حمل التطبيق وفعل عضويتك. ده اول حاجه بقسم التلفزيونات، عندك هذا التلفزيون من 179 صار عليه خصم 27%، الحين ب 129 ريال، 55 بوصة سمارت تي في 4K، شغل جامد. انا اقول لك لا يفوتك هذا، الكمية اباها تخلص والحق لا تلحق. شبش بعد ما تحمل تطبيق كارفور وتفعل عضويتك في ماي كلب، شوف الخصم اللي بتحصل عليه من 319 ريال راح يكون السعر 199 ريال و900 فقط، فلا يهوتك. أيوة. يعني 120 ريال في مخباك على البراد. حياك الله. ايش اخبارك؟ كيف الصحة؟ انا معاك الزعم بلوش من السعوديه. يا حي ومرحبا. تشرف عروض جيت على طول. الله يعطيك الصحه والعافيه. طيب. وبين اهلك واخوانك، ويشرفنا انك حتى لابس الزي العماني. عماني ان شاء الله. على العين وعلى الراس طال عمرك حبيبي، بيض الله وجهك. مشكور يا غالي، مشكور، وعليك بالف عافيه. مشكور. انا اقول لكم خصومات مولعه معهم، شوف لك اقرب فرع وخذ لك لفه، ولا بتحصل شيء طيب لك خاطرك. شوف هنا نفس الشيء، العضويه ماي كلب من 249 صار ب 199، 50 ريال في مخباك، خصم مباشر وفوري. اللي يدورون على تلفزيونات امباكس، عندك 50 جي بي 4K سمارت تي في من 149 ريال و900 صار الحين ب 109. يا جماعة كارفور أيضا مسوين خصومات على منتجات أبل، عندك آيفون 11 صار سعره ب 229 ريال و900 بيسة، الأبل ووتش سيري 7 ب 169 ريال و900 يتشوف تراه، وعندك هني أيضا سماعات الإيربود صارت ب 79 ريال و900، الآيباد لعيون الأونلاين صار ب 139 ريال و900. طبعا هذه الخصومات لمنتجات ابل متوفره في كارفور هايبر ماركت، السوبر ماركت مش موجود، فشوف لك اقرب فرع لكارفور هايبر ماركت وتضبط الحين من كل هذه التضبيطات الجميله. عندك ايضا ماك بوك اير، اصحاب الجامعات والكليات تبت تكشخ بلابتوب محترم، حمل تطبيق كارفور وفعل عضويتك في ماي كلب وخذ لك خصم مباشر على هذا اللابتوب من 433 ريال و900 يصير السعر 379 ريال و900، يعني تسجل لك تقريبا 54 ريال في مخباك. الرام 8 جي بي والسعة 256 جي بي والشاشة 13.3 انش. حبيبي ريالات و900، يعني تسجل لك 26%. حبيبي موجود في كارفور. عشاق الهواوي، معاكم تليفون نوفا 9 ويعطونك معاه سماعة، كان ب 194 ريال و900 وصار الحين ب 159 ريال و900 فقط للناس اللي معاهم عضوية في ماي كلب، فضبط امورك والحق على الزين. هني صوب الامهات والعزابي اللي ساكنين الروحهم، معاك هذا جدر الضغط الالكتروني والذكي،
في التايمر تختار الخيار اللي تبى، سمك المكبوس برياني، تروح الداون ترجع تحصل شغلك جاهز من 32 ريال و900 صار الحين ب 19 ريال و900، يعني وفرت تقريبا 40% عليه. لا يفوتك. عندكم هني القلاية الكهربائية من تيفال 1700 واط 5.6 لتر اكس اكس لارج وتاتش سكرينز من 79 ريال و900 صارت الحين ب 49 ريال و900 للناس اللي معاهم عضوية في ماي كلب. فحمل التطبيق، فعل العضوية، وعيش مع هذه الخصومات الحلوة. إذا تدور فرن وقلاية في نفس الوقت عندك هذا الفرن الكهربائي، عاملين عليه خصم 66% من 59 ريال و850 صار الحين ب 19 ريال و900 فقط، يخلص لك الشغل كامل، ملتي اير فراير حبيبي. وبعد عندك هذا الخلاطة من كنود 6.7 لتر وعاء كبير وقوتها 1400 واط من 241 ريال صارت ب 129 ريال، يعني سيفت تقريبا 111 ريال حبيبي. وايضا معاه كنين مكنسه من 28 ريال صارت ب 16 ريال من هوفر، يعني سيفت تقريبا 11 40%. فاقول له خصومات جامده في كارفور. عندك هني برادة الماي من باور من 39 ريال و900 صارت الحين ب 24 ريال و900، تبى تبرد على فوادك تيك هني البرادة مع الثلاجة اللي تحت حبيب. صراحة شدني هذا المنتج في قسم الإلكترونيات، لأن أعرف في وايد ناس تدور على جهاز قياس ضغط الدم من 15 ريال و900 صار الحين 9 ريالات و900، وربي إن شاء الله يعطيكم الصحة والعافية ويحفظ لكم كل غالي وكل عزيز يا رب. هوي ها الحق الحق. المهم حبايبي ما شاء الله المكان واسع وكبير والخصومات على منتجات كثيرة، فأنا أقول لك فرصة حلوة تشوف لك أقرب هايبر ماركت لكارفور وتستفيد من كل هذه الخصومات من مهرجان كارفور للتسوق. بحط لكم الحين حسابهم في الانستغرام وفي كل التفاصيل، وعليكم ان شاء الله بالف عافيه.